كويس ابنه يتعلم كويس يتعلم ده نمره واحد عاوز نعم. ابنه يبقى معاه شهاده صحيح وابنه يتعلم كويس نعم. ويبقى خريج متفوق نعم. النهارده الفرصه دي متاحه لكل النهارده رغم الاعداد زيادات نعم. كنا ممكن نعاني بقى نقول اصل احنا بقينا 105 مليون وما عندناش موارد سيادتك اتكلمت على الانتخابات الرئاسيه وبدات بهذا الكلام حوالين الانتخابات الرئاسيه شايف شكل الانتخابات الرئاسيه اللي جايه ازاي في ظل بعض الناس بداوا يتكلموا هو لسه لم يتم الاعلان الرسمي عن فتح الباب الترشح ولكن في بعض الناس بيقولوا هنخوض انتخابات بتشوف شكل انتخابات والافضل لمصر يكون عندنا اكتر من مرشح عدد المرشحين الاقوياء والشعب يختار محتاجين ممارسه ديمقراطيه حقيقيه موجوده الرئيس سيخوض انتخابات وغيره يخوض انتخابات ده اللي مفترض انا اتمنى موجود. انا اتمنى انه طبعا يكون في عدد كبير من الناس اللي دخلت ترشح بس يكون عنده برنامج يكون في وقار في الانتخابات يعني مش عاوزين مجرد واحد داخل عشان يبقى اسمه مرشح وخلاص لا احنا عاوزين الاحزاب القويه بفكر جديد ببرنامج عمل جديد برؤى جديده لمصر تخش تفضل نعم. والصندوق اللي يحكم الشعب ينزل بقى التحدي الثاني هو نزول الناس نزول الناس عشان تنتخب من يريد ما عندناش اي حد وجود لحد يقول اختار ده ولا اختار ده نعم. اختار اللي انت عايزه نعم. يبقى مرشحين طالما استوفوا شروط الدستوريه للترشيح نعم. اهلا وسهلا والشعب ينزل يختار من يشاء اهلا وسهلا دي الديمقراطيه نعم. بعد كده بقى الصندوق هو الحكم بس نعم انا الصندوق نعم النتائج اللي تطلع واشرف قضائي في طبعا قضائي اشرف قضائي كامل والناس كلها ما كل واحد مرشح طبعا طبعا احنا بص احنا يعني في حاجات معينه للشعب المصري حساس جدا فيها الثقه موجوده نعم وحق الشعب المصري انه ينتخب من يريد ده حقه نعم الصندوق يحدد مين الأغلبية ومين الأقلية ده حق الشعب كله نعم. بقى نعم. حقه نعم. البرامج والرؤى والتاريخ بتاع المرشح تاريخ الحزب تواجده في الشارع وتاريخه اللي بيثبت انه كان او له تاريخ او له جذور وله خدمات للشعب وله فكر ما احنا النهاردة الفكر بتاع الأحزاب النهاردة لازم يتطور احنا النهاردة بتتكلم على تنافسية عالمية في المنطقة نعم. بتتكلم على تغيرات محورية حصلت وبتستكمل بعد موضوع البندامج بعد موضوع كورونا وبعد الحرب الروسية العالم هتغير كله نعم. موازين القوة هتتغير كلها الرؤى الجديدة الاقتصادية هتتغير الوزن النسبي بتاع الدول الشرق والغرب هيتغير ايه اللي تعمل في الاحزاب نعم الاحزاب ما هو ده رؤى انا عاوز الناس تبقى فاهمه التغيرات ايه عشان لما حد يقدم برنامج نعم. ما يقدمش برنامج عقيم ولا متواضع لا لازم شايف العالم كله متغير زي النهارده وهو هيقدم ايه عشان يبني الجمهوريه الجديده نعم. يبني الحضاره الجديده نعم. يكلم الناس بلغه جديده ازاي نعم. ازاي احنا نستفيد من كل سلبيات الماضي احنا في سلبيات في الماضي نقف عندنا واحد اتنين تلاتة انا ابني عليها ازاي انا اكون عندي برنامج طموح اقدر اسخر فيه قدرات مصر وموارد مصر وافجر الطاقات الكامنة ازاي انا اطلع الشباب واهلهم للمستقبل ازاي انا اطلع الكفاءات الجديدة شبابية وغير شبابية يطلعوا يقولوا ونكتشفهم ويدلوا بدلوهم ازاي انا اعمل تواصل مع المصريين في الخارج في تواصل مستمر بخبراتهم وبكفاءاتهم وباموالهم وباستثماراتهم ازاي نجيبهم هنا عندنا احزاب بصراحة احنا عندنا تقريبا حاجة و80 حزب 85 او 86 حزب